احمد السقا بعد ما تصدر الترند الايام اللي فاتت لما ظهر في برومو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع. اتقلبت السوشيال ميديا عليه، ازاي كبر كده وشكله متغير؟ لا ده عنده اكيد مرض. وشكله المختلف اثار ضجه كبيره جدا من رواد السوشيال ميديا بانهم كانوا خايفين عليه لان شكله كان متغير تماما. كشف مدير اعمال الفنان احمد السقا سر تغيير شكله في الصور المتداوله على الانترنت الايام اللي فاتت. كشف محمد حسن مدير أعمال الفنان أحمد السقا حقيقة مرضه بعد ظهوره بملامح مجهدة شوية ومختلفة في برومو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، واللي بيظهر من خلاله ضيف شرف بشخصيته الحقيقية. وقال مدير أعماله إن الحمد لله السقا بخير ومعندوش أي أمراض، والصور دي اتاخدت سكرين والفيديو كان شغال، وده اللي خلاه يظهر بالشكل الغريب ده، غير ان الجمهور اتعود على السقا بشعره قصير وعمرهم ما شافوا السقا بشعر طويل شوية، غير ان السقا خس جدا الفتره اللي فاتت وده اللي خلى الناس تعمل الضجه اللي حصلت الفتره دي. وطبعا السقا حب يطمن جمهوره بنفسه ونفى الفنان احمد السقا معاناته من اي مشاكل صحيه، وقال انا زي الفل وكويس ومتشكر لكل اللي سالوا عني، انا بخير ولا اعاني من اي شيء ومش عارف مين مصدر الاشاعات دي، وعموما مشاهدتكم للحلقة هي اللي هتكون خير دليل، واتمنى ان انتوا تستمتعوا بالحلقة. وبيطل علينا الفنان احمد السقا وعلى جمهوره في شخصيته الحقيقية في رمضان 2023 كضيف شرف في مسلسل الكبير قوي الجزء السابع مع الفنان احمد مكي.